اوكي ماشي. روم از لوكت. طيب ثواني انلوك. خلاص عملت انلوك. تمام الصوت واضح عند الجميع. خلاص نبدأ. خلاص خلاص الصوت واضح. واضح يا جماعة؟ حد يعلق بس اتأكد ان الصوت ما راحش تاني. طيب اوكي اهو الشاشة. خلاص كده الشاشة واضحة والصوت تمام. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل مع بعض أسئلة كويز نمبر 2. A performance improvement training program has been conducted. The healthcare quality professional has determined that improvement has not occurred. يعني بعد ما عملوا improvement فوجدوا ان ما حصلش improvement. طيب the most likely cause for lack of improvement would be that. ايه ممكن يكون السبب ان عدم التطوير اللي ما حصلش ده؟ organizational system are inhibiting change. السيستم اللي في المؤسسة هو اللي أدى لأنه يعوق ال changes ده. ودايما قلنا ال change دي بيبقى المقصود بيها ال improvement. ولا ال employee practice what they are trained to do. طبعا أي حاجة فيه individual أنا بستبعدها. staff members thought the program was too long. ولا the facilitator didn't prepare agenda materials. ايه ال best answer هنا؟ ايه؟ تمام كله موافق على ايه ولا في حد عنده اجابة اخرى؟ بالظبط هي ايه؟ هي the best answer ان في مشكلة في السيستم. لما يبقى في حاجة عاقت ان اعمل improvement او change يبقى organizational system inhibiting change. طيب number two. Replacing retrospective review with concurrent review is an example of A. إن أنا أغير فكري من إن أنا أستنى لما المشكلة تحصل وأدور على إيه سبب المشكلة، ده اللي هو retrospective، إن أغيره لي concurrent review، إن أعمل review لكل البروسيس ongoing، ongoing review وباستمرار. دوت مثال لإيه؟ paradigm shift، process improvement، empowerment process، productivity enhancement. ايه بالظبط؟ paradigm shift اني يعني بعمل تغيير جذري في تفكيري، فانا بغير تفكيري من retrospective ل concurrent. تمام. طيب number 3. which of the following best to describe an organization's vision statement. ايه الافضل حاجة بتوصف ال vision statement؟ اول ما الاقي vision على طول فانا ببص على حاجة في ال future. اي جمله هتدلني على حاجه في الفيوتشر انا هختارها عشان هي تدل على الفيجن. It's used as marketing strategy. It defines the structure of the institution. It describes the organization strategic plan. It reflects the organization aspiration. Aspiration يعني طموح. الطموح دي حاجه في المستقبل فيوتشر. يبقى ايه البيست ديسكرايب هنا؟ الجملة سي يا جماعة it describes organization strategic plan. استأذنكم امسحوها من الهاند اوت وهي مكتوبة تحت كلمة الفيجن. هي مش صح، هي مش describe organization strategic plan. الفيجن انا بحطه قبل ما اعمل الاستراتيجيك بلان اصلا، فهي هنا موضوع بالخطأ. استأذنكم تشيلوها. انا بحط الفيجن الاول والميشن، وبناء على الفيجن والميشن اللي انا حطيته ببدأ ان انا احط الاوبجكت الجولز والاوبجكتيفز. الجولز اللي هي الحاجات الاهداف الاساسية، اجي بقى انزل من الجولز دي بستخلص الاوبجكتيفز اللي انا هعملها بقى الدي تو دي اكتيفيتي. هقسمها بقى الانيشيتيفز واقول مين الريسبونسبل بيرسون والتايم فريم. فالحاجات دي كلها انا دي عشان احط الاستراتيجيك بلان.
فالفيجن مش هو اللي بيوصف الاستراتيجيك بلان، انا بستخدم الفيجن والميشن بتاعي في ان احط الجولز اللي تساعدني في عمل الاستراتيجيك بلان. فهي دي هي the best answer to reflect the organization aspiration، طموح المؤسسة ايه، انا بطمح ان انا اكون ايه in the future. تمام، واضحة هي ليه اخترنا دي. اوكي، number 4 quality improvement initiative progress is best evaluated by which of the following. انا اعمل evaluation لل quality improvement progress، هل انه حصل improvement ولا لا، بايه، بالتيم ليدر، بالتيم ليدر ولا بالسينيور ليدرشيب ولا بالبي دي سي اي بروسيس ولا نومينال جروب تكنيك. بالظبط، البي دي سي اي بروسيس هي البلان دو تشيك ات دي بروسيس من البرفورمانس امبروفمنت، فهي من خلال البروسيس انا اقدر ان انا اشوف حصل عندي امبروفمنت ولا لا في مرحله التشيك. انا بعمل بلان وبعد كده دوينج اون ذا سمول سكيل او اللي هو بايلوت تيست، وبعد كده سي تشيك، بعمل تشيك هل حصل امبروفمنت ولا لا. حصل امبروفمنت ادخل على الاكت، ما حصلش امبروفمنت ارجع تاني واروح للبلان واعدل في الخطه واعمل لها دو بعد كده تشيك لغايه لما اوصل لان انا وصلت للجول بتاعي، اروح على الاكت، ما اروحش من الاكت الا لو انا محقق الجول الامبروفمنت يعني. تمام، نمبر 5 which of the following element must be present in order to evaluate effectiveness of healthcare quality improvement program. انت عشان تعمل evaluation لأي حاجة انت شغال عليه لازم يكون عندك ايه، لازم انك تشوف البيز لاين اللي انت بادئ بيه عشان تقارن نفسك وتعمل measurement ليه بعد كده، او لازم ان انت زي الـ HRQ survey انا بعمله عشان احدد البيز لاين ان انا فين في البيشنت سيفتي كولتشر وهوصل لفين لما اطبق امبروفمنت بلان. طيب اي بروجرام تاني عايز تعمل له ايفالويشن يبقى انا هحط ليه جولز، حتى التيم لو عايز تعمل ايفالويشن للتيم هنا هحط جولز على اشوف انا وصلت للجولز ديت ولا لا. يبقى اي حاجه عشان اعمل لها ايفالويشن الافكتيفنس لازم يكون عندي ايه، ها قولوا كده، integrated data collection، quantified objective، well defined organization culture، well educated medical staff. ايه الحاجه اللي انا محتاجه احطها عشان اعمل evaluation؟ بي بالظبط، quantified objective، انا حاطط اهداف اقدر ان انا اقيسها، quantified يعني قادره measurable، quantified معناها ان هي measurable، معنى بي quantified objective يعني measurable object. معنى quantified لو تفتكروا واحنا بنشرح في الداتا اناليتكس بارت 1 قلنا في qualitative data و quantitative data. qualitative دي حاجة بتبقى بتدل على quality of care اللي satisfaction not satisfied او كده، اما quantified دي معناها ان data عندي numerical يعني حاجة اقدر ان انا اقيسها measurable. معنى quantified object يعني measurable object. واضحة كده يا فيروز؟ number 6 a team has identified a process for improvement selected example of best practice. هو اتعرف على البروسيس اللي هيعمل استخدمها عشان improvement ايه، focus BDCA BDCA 6 whatever selected examples of best practice، اختار الناس اللي هيعمل benchmarking معاهم، وال performers الناس اللي هتنفذ البروجكت، visited those sites وزار السايت اللي هيعمل فيه improvement، gathered all necessary data وجمع كل الداتا، and compiled the result وحط الريزلت اللي هيقارن نفسه بيها هي ايه. طيب the most effective next step for the team is to a، هو هنا حدد الميثودولوجي اللي هيستخدمه في الامبروفمنت، اختار البيست براكتش اللي هيعمل لنفسه بنش ماركينج معاه، اختار التيم وزار الموقع وجمع الداتا وحط الجول بتاعه، ايه اللي ناقصه. The most effective next step for the team is to a identify the next process to benchmark ولا implement change back at the team site ولا compare result to historical data ولا make the result public for others to use in benchmarking. بالظبط هي بي implement للتشينج، خلاص عملنا حطينا البلان وجمعنا عملنا كوليكشن للداتا وقلنا التولز اللي هستخدمها، خلاص اعمل implementation بقى، اعمل implementation بقى على pilot test small scale وبعد كده اعمل check واكت. واضحه؟
Number 7. The evaluation of the quality and the appropriateness of patient care in the radiology department is the responsibility of مين؟ السؤال ده اتكرر علينا قبل كده، قلنا مين اللي هيعمل evaluation لقسم معين؟ أكيد أنا هختار رئيس القسم هو اللي هيعمل evaluation للناس اللي في قسمه، كل واحد في قسمه يعمل evaluation، يبقى medical director of radiology بالظبط هي A. واضحة؟ Number 8. All of the following can be utilized as measure of utilization performance except ايه الحاجات ديت اللي ما ينفعش، ايه من الحاجات دي ما ينفعش استخدمها وانا بقيس utilization performance. Number of encounters in outpatient clinic يعني عدد الزيارات في العيادات الخارجية. Length of average length of stay in acute inpatient care ولا denials of service ولا license independent practitioner appraisal. انا هبص اكيد وانا بعمل utilization review بشوف، لو تفتكروا انا في اليوتيلايزيشن ريفيو قسمتها لكم للانبيشنت وللاوت بيشنت، في الاوت بيشنت بشوف عدد الزيارات في العيادات الخارجيه، في الانبيشنت بشوف اللينث اوف ستاي. كمان انا هبص هل في وانا بعمل يوتيلايزيشن ريفيو هل في حالات انا عالجتها وجالي رفض من شركه التامين للسيرفيس دي، فبالتالي دوت حصل انه عمل لوس اوف ريسورس بالنسبه لي ولا لا. كل دي حاجات انا ببص لها وانا بعمل utilization review. طب هل انا وانا بعمل utilization review بشوف ال evaluation لل license independent practitioner يعني ال evaluation data الخاصة بالاطباء اللي عندي في المستشفى؟ لا، ملهاش علاقة بال utilization review ده، دي وانا بعمل evaluation going evaluation. يبقى هنا the best answer هي دي بالظبط كده. طيب number 9. Which of the following is not included in the organization plan؟ الخطة اللي انت بتحطها للمؤسسة عندك، ايه من الحاجة دي او هو المقصود بيها هنا الاستراتيجيك بلان؟ ايوة اتفضل استاذ عبد العزيز. دي اختصار ل license independent practitioners appraisal. license independent practitioner ده قلنا عليه انه اي حد معاه ترخيص مزاولة المهنة، مزاولة مهنة الطب، فانا بسميه license independent practitioner، يقدر انه يشتغل من غير ما يكون عليه supervisor، ده اللي هو license independent practitioner. بعامله معاملة الموظفين ما عدا في حاجة واحدة، يعني هو بيشتغل عندي وبيقدر ان هو يستقبل مرضى ويعالجهم وكل حاجة، لكن ما يقدرش ان يعمل admission الا لو هو appointed، لو هو موظف ومتعين عندي يقدر ان يعمل admission، لو بس license independent practitioner ومش متعين ما يعملش admission. ده الفرق بينه وبين اي موظف عادي، لكن بيشتغل وبناء على الترخيص اللي معاه دوت بيتلقى بيقابل مرضى وبيعالجهم بيقدم رعاية صحية. اللايسنس اندبندنت براكتيشنر ده لازم ان انا بعمل له اونجوينج ايفالويشن. ايفالويشن هي المقصود بيها الابريزل، تقييم، لازم بعمل له تقييم من خلال البير ريفيو عشان اشوف ايه البريفليج اللي انا مديها له دي، وبدي له بريفليج كان بريفليج اللي انا مديها له فعلا هو شغال كويس ولا محتاج ان انا اعمل ليميتيشن، ولا لو حتى انا محتاج اعمل له ري بريفليج تاني برضو لازم ان انا اعمل ايفالويشن. وفي نفس الوقت انا برضو طول الوقت بعمل له ongoing evaluation، تقييم ذاتي له. واضح؟ طيب نمبر 9 بقى الاستراتيجيك بلان، ايه من الحاجات دي اللي مش موجودين في الاستراتيجيك بلان؟ evacuation بلان اللي هي خطة الاخلاء في حالة الديزاسترز، ولا mission and vision statement. mission و vision ده اساسيين، اول حاجة بحطهم علشان ان انا اعمل استراتيجيك بلان هو المشن والفيجن، بعد كده بستخلص منهم الجولز والأوبجكت. explanation of the governing board responsibilities، مهام الgoverning board. انا في الاستراتيجيك بلان بحط الresponsible person، وتفر الresponsible person ده هو الgoverning board ولا الdepartment head ولا اي شخص عادي. انا لما باجي احط مبادرات الانيشيتيفز لازم احط البيرسون واحط الresponsibility بتاعته والتايم فريم. طيب scope and purpose، scope of service، scope of service اللي هو نطاق الخدمة،
او هدفي انا، هدفي من الـ من الـ هدفي كاورجانيزيشن، انا نطاق خدمتي ايه، ايه الخدمات اللي انا بقدمها، ايه عدد المرضى ان انا بقدر number and type of patient اللي انا بستقبلهم خلال السنة، والnumber والtype of patient اللي بستقبلهم خلال الشهر، والتخصصات اللي عندي، وهل هم كلهم specialist ولا في consultant ولا كده. ديت هي بتبقى معنى scope of service. يبقى ايه اللي مش موجود في الاستراتيجيك بلان؟ ايه بالظبط؟ هي الايفاكيويشن بلان. تمام. نمبر 10. Which of the following process is most cost effective in preventing unnecessary resource consumption in the hospital؟ ايه الحاجة اللي هتساعدني ان انا اعمل cost effective، ان عشان ان انا امنع، يعني هتوفر عندي كوست عشان ان انا امنع unnecessary resource consumption، يعني امنع الاستغلال لريسورس غير ضرورية، يعني يتعمل مثلا تيستس وهي not justified، يتعمل اي procedures وهي الجايد لاينز ما نصتش عليها ونوت justified، فبالتالي هيحصل لها rejection. ده معنى السؤال. فايه الحاجات اللي انا هتساعدني لما اعملها هتساعدني في اني اقلل unnecessary resource consumption. effective pre-admission screening، ان انا اعمل screening effective فعال كويس جدا قبل ما اعمل admission للpatient، عشان ان انا اشوف احدد determine the patient needs، هل هو محتاج ان يتعمل له admission ولا لا، according to individual need، ده احتياجه ده موجود عندي وانا موفره، ولا انا هعمله admission وبعد كده هقول لا والله ده خدمة مش موجودة عندي. accurate diagnosis related group assignment at admission، ان انا احدد التشخيص المناسب بتاعه على برنامج الـ ICD-10 أثناء الـ admission. ولا second opinion for all surgery، يعني إن أنا أعمل peer review لكل العمليات الجراحية. ولا pre-admission insurance benefit denials، هشوف شركة التأمين بتاعته بتغطي إيه ولا ما بتغطيش إيه قبل الـ admission. إيه أفضل حاجة هتساعدني إن أنا أعمل cost effective؟ في برضو كده نقطة عايزاكم تخلوا بالكم منها، لما الاقي في السؤال cost effective على طول بدور على حاجة بتعبر عن الافكتيفنس او الاوتكم في الانسر. cost effective شرحناها قبل كده، cost benefit analysis والفرق بينها وبين cost effective analysis. cost benefit انا بدور على اني بدفع فلوس ويعود عليا عائد مادي. cost effective انا بدفع فلوس وبيعود عليا عائد outcome، ما هوش مادي، خدمة. يبقى انا بدور هنا على حاجة تكون effective. يبقى هي ايه بالظبط؟ زي ما انتوا قلتوا effective pre-admission screening، وهي ممكن تيجي بصيغة تانية اللي هي effective assessment of patient، يعني اعمل للpatient assessment او screening كويس قبل الadmission عشان ان انا اتأكد انه ان انا احتياجات المريض ديت موجودة عندي وهقدر ان انا اغطيها. تمام. Number 11. Utilization Management Assessment Measure. The Utilization Management is a how practitioner utilize performance improvement data ولا the use of the of service procedures and facility resource, how employee utilize outcome and manage daily responsibilities, the use of high risk equipment and the level of risk. على طول أول ما الاقي Utilization أدور على الإجابة اللي يكون فيها resource. بالظبط هتبقى بي هي اللي فيها resource. the use of service procedure and facility resource، بيستخدموا resources اللي عندهم في الاستخدام الامثل والappropriate use ولا لا. واضحة. number 12. which of the following is not relevant to include in both utilization management and quality management plan؟ الخطة بتاعت الutilization management والquality management، ايه الحاجات اللي ما هياش مشتركة ما بينهم هما الاتنين؟ يعني الconfidentiality policy دي مشتركة ما بين الاتنين، لازم احط confidentiality في الutilization management وفي الquality management. طيب الprocess for appealing treatment denial، عملية ان يحصل ان انت ازاي تستأنف او ان انت تعترض على رفض شركة التأمين للعلاج، لو انت عملت خدمة
والخدمه دي جاستيفايد واكوردنج تو جايد لاين، وجت شركه التامين لا عملت لها ريجكشن وقالت ان هي مش هتدفع حسابها. ازاي انت هتعمل كده؟ مين اللي بيعمل كده؟ الابيلينج دوت بيبقى دور مين؟ غالبا بيبقى دور الريسك مانجر. طيب الكونفليكت اوف انترست بوليسي، الكونفليكت اوف انترست اكيد موجود في كل البلانز عندي، انه لو انا هعمل يوتيلايزيشن ريفيو او كواليتي مانجمنت او بير ريفيو لازم اضمن ان ما يبقاش فيه تضارب للمصالح. بروفيجن فور انوال بروجرام ايفالويشن، اني اعمل متابعه للمتابعه للانوال بروجرام، البرنامج السنوي اللي انا حطاه، يبقى هي هتبقى افضل حاجه هي ايه؟ بي سوري الابيلينج، الابيلينج ديت هي دور اليوتيلايزيشن مانجمنت مش دور الريسك مانجمنت. الابيلينج او الاعتراض على رفض العلاج ده دور اليوتيلايزيشن مانجمنت بالظبط، هي في صميم اليوتيلايزيشن مانجمنت، لكن هي مش موجوده في الكواليتي مانجمنت، فهي موجوده في اليوتيلايزيشن. هو بيقول الحاجه المشتركه ما بين اليوتيلايزيشن مانجمنت والكواليتي مانجمنت، الكونفيدنشاليتي مشتركه، الكونفليكت اوف انترست مشتركه، البروفيجن والمتابعه لاي برنامج مشتركه. اما الابيلينج مين اللي بيعمل ابيلينج؟ اليوتيلايزيشن بس. اما الكواليتي مانجمنت لا، مش هو اللي بيعمل ابيلينج، عشان كده اخترنا هي بي ذا بيست انسر، لان ملهاش علاقه بالكواليتي مانجمنت. تمام. The primary purpose of an emergency preparedness program is to، ايه الهدف الرئيسي من ان انا اعمل خطة استعداد للإمرجنسي او لحالات الطارئة؟ اني conduct evaluation of emergency training، ان انا اتأكد من ان اعمل تقييم للتريننج، ولا provide evaluation of semi-annual evacuation drill، اتأكد من خطة الاستعداد لخطة الاخلاء، هشوفها هي اعملها evaluation او تقييم، ولا prevent internal disasters that this ربط the facility's ability to provide care and treatment، امنع الانترنال ديزاستر، ان انا عشان امنع اي كوارث تحصل. انا مش بايدي ان انا امنع الكوارث تحصل، لا الكوارث ممكن تحصل، بس انا دوري ان انا ازاي ان انا هعمل مانجمنت للديزاستر اللي حصلت دي. مانج ذا كونسيكونس اوف ديزاستر ذات ديسربت ذا فاسيلتيز ابيليتي تو بروفايد كير. احنا بنعمل بقى خطه الامرجنسي، الامرجنسي بلان دي بنعملها عشان ايه؟ نعملها علشان ايه بالظبط؟ دي هعمل مانجمنت في حاله الديزاستر، يعني لما يحصل خط الطوارئ عندي الممرضات هتعمل ايه؟ اول حاجه ان هي هتعمل هتنادي على الكود، وبعد كده تحاول ان هي تعمل ايفاكويشن للبيشنت، وتحاول تشوف المرضى اللي محطوطين على اكسجين ومحتاجين اكسجين، وهكذا. في خطه انا بحطها اللي هي الديزاستر بلان، عشان اعمل مانجمنت للديزاستر دي اثناء اعطائي للكير. يبقى هي دي بالظبط. نمبر 14، the health care risk manager is usually responsible for claims administration. ايوه، المسؤول عن الريسك مانجر هو المسؤول عن الكليمز ادمنستريشن، المشاكل. which of the following is included in this process، وانا بقى اي مشكله تحصل انا كريسك مانجر انا بعمل بحللها او بشوف ايه المشكله دي. طب انا ايه دوري؟ انا دوري بعمل ايه؟ investigating analyzing and reporting، افحص واحلل واكتب تقرير، ولا quality management patient satisfaction survey and resource management. هل انا كريسك مانجر دوري ان انا اعمل مانجمنت للريسورس؟ لا. contracting reporting and resource management، لا اللي فيها resource management انا هشيلها، وكمان هشيلها هشيل سي كمان هستبعدها، عشان contracting انا مش بتعاقد، انا بعمل بحلل المشكله الكليم. patient satisfaction survey contracting and investigating، ايه هنا البيست انسر؟ لو جينا بصينا على نمبر بي اللي فيها ريسورس مانجمنت ونمبر سي برضو فيها ريسورس مانجمنت، انا هستبعدهم عشان غلط، انا كريسك مانجر انا مش بعمل ريسورس مانجمنت. ريسورس ديت من دور اليوتيلايزيشن مانجمنت،
طيب نمبر دي بيقول patient satisfaction survey contracting and investigating. انا مش دوري برضو ان انا اعمل contracting او ان انا اتعاقد، لا انا دوري ان انا افحص العقود دي افحصها، لكن إن مش انا اللي بتعاقد، بفحصها واتاكد ان هي سليمه ومش هتؤدي المشاكل لينا. البيشنت ساتسفاكشن سيرفي برضو ان انا اعمل سيرفي للبيشنت انا وفي عندي مشكله، لا انا في عندي مشكله فانا بفحص المشكله، صح؟ يبقى هي البيست انسر هي ايه باي اكسكلوجن كده، هي ايه افضل واحده، انفستيجيتنج ذا كليم او انالايزنج اند ريبورتنج، وادي فيها تقرير. نمبر 15 which of the following is not true regarding incident reporting. البرنامج الاو في ار الخاص بالانسيدنت ريبورتنج، ايه الحاجه الخطا في الخيارات دي؟ It's a practical method of risk identification. هو بيعتبر طريقة عملية عشان ان انا اتعرف على الريسك، اكيد صح. طيب It minimizes risk by reporting the incident close to the time of occurrence. هي بتقلل الريسك لما انا ابلغ بالانسيدنت ده وقت ما هو حصل، عشان كل ما انا تدخلت بدري كل ما انا منعت الريسك بدري، دي برضو صح. It is the responsibility of any facility staff member who is part of or has knowledge of the incident to report. هي صحيح مسؤولية كل الستاف انهم يعملوا reporting. طيب نشوف دي reporting policy should be department specific. الreporting دي بتبقى على كل قسم لوحده، لا الreporting بتبقى organization wide، على المستوى الorganization كلها، ان كل الناس وفي كل الاقسام تعمل reporting، مش عامل الreporting دوت القسم وقسم لا، او على مستوى الاقسام. يبقى دي هي اللي not true. طيب number 16 an integral part in the process of determining medical necessity in the delivery of quality medical care including weighing the potential for undesirable outcome and side effect against the potential for positive outcome of a treatment based describe a. لما انا اشوف اعمل تقييم للخدمة الطبية دي اللي انا بقدمها بتديني البوزيتيف اوتكم ليها ولا ما بتدينيش، يعني هي افكتيف ولا لا. اوتكم دايما بنقول عليها هي الافكتيفنس، يعني عايز اشوف الخدمة اللي عندي دي افكتيف ولا لا. يبقى دوت معناه ايه؟ كوست افكتيف ميديكال كير، افكاشس ميديكال كير. efficacious ديت مقصود بيها اللي هي efficacy، والefficacy دي اللي هي قلناها في شابتر 1 efficacy تعني الكباسيتي، لما الاقي حاجه بتخص بالكباسيتي هي معناها الefficacy. وefficient medical care، efficient دي اللي هي بتخص ايه الريسورس، اي حاجه فيها ريسورس تبقى efficient. risk benefit analysis او ان انا بشوف الريسك بنفيت ايه الريسكز اللي عندي، لا هو هنا اتكلم على outcome، outcome ده effective، يبقى بالظبط هي ايه cost effective medical care، واضحة؟ طيب number 17 which of the following is the primary goal of risk management. الريسك مانجر ايه الاهداف الاساسية له؟ ابصوا هنا معايا كده في السلايد دي، لو فاكرينها في الريسك مانجمنت قلنا الجول في ريسك مانجمنت والترتيب هنا مهم، ان هو identify and manage risk، يتعرف ويدير الريسك. لو لقيت في الانسر identify risk بس من غير manage، لا مش هختارها، ابص على حاجة تانية. ما لقيتش 1 ابص على 2 prevent or minimize risk of harm to patient visitor healthcare professional and staff. اوكي لقيتها بختارها. طيب identify opportunities for improvement. اوكي reducing potential financial loss، لو ما لقيتش بقى اي حاجه من الحاجات اللي فوق دي او مكتوبه بصيغه تانية هدور على financial loss. اوكي هنا في السؤال بيقول ايه identify the high risk area of the organization. قال identify بس هل قال manage؟ لا ما قالش management، يبقى ايه هتبقى غلط، مش هختار. طيب maintain an effective incident reporting system، لا برضو مش ده الجول. صحيح دوت من ادوار الريسك مانجر ان هو يتاكد ان الناس كلها بتعمل ريبورتنج، اوكي لكن ده مش الجول الاساسي بتاعه، ده من الرول. بيرفورم فيلير مود اند افكت اناليسيس، برضو ده من الرول مش الجول. صحيح دورك انت كريسك مانجر انك تعمل فيميا. Reduce financial loss associated with legal action. أيوة هتبقى هي إيه الأنسر هنا دي.
لانه بيتكلم عن الجول، فلما اجي اتكلم على الجول هدور على حاجه من الحاجات اللي انا قلتها لكم دي بالترتيب. ما فيش موجودين، يبقى اخر واحده هي ريدوس فاينانشال لوس. واضحه؟ طيب نمبر 18. utilization management department of a hospital has collected data on length of stay and readmission rate. جمع داتا عن length of stay، مدة الإقامة والreadmission اللي بيحصل لهم، الريت بتاع إعادة التنميم. compared to benchmark، وقارنها بالbenchmark best practice. وجد إن length of stay rate are higher، length of stay عالي فيه مشكلة، والreadmission rate are lower، الري ادميشن اقل قليل، يبقى خلاص كويس مفيهوش مشكلة. which of the following is the next step، يبقى تاني خطوة ايه؟ انا عندي المشكلة فين؟ المشكلة في الري ادميشن ريت، لا ده هو lower، يبقى المشكلة عندي فين؟ في length of stay، يبقى انا هدور على length of stay. identify additional benchmarks to compare the data. ليه؟ ما هو انا عندي اهوت في benchmark وقارنت الداتا بيه. طيب conduct a cost benefit analysis، ان انا ادفع فلوس علشان ان انا اطبق برنامج واشوف البرنامج ده هيعود عليا بالبنفيت ولا لا، ولا display readmission rate with a runny chart، اعمل display readmission rate وافحصه. هو انا عندي مشكلة اصلا في readmission rate عشان ان انا اعمله investigation. investigate the length of stay rate، بالظبط انا عندي المشكلة فين؟ في length of stay، يبقى انا هعمل review لايه؟ للينث اوف ستي، يبقى دي هي ذا بيست انسر. واضحه؟ واضحه ليه اخترنا دي؟ اوكي. نمبر 19. كيس مانجمنت از ا كومبريهنسيف بروسيس ذات انفولف. الكيس مانجمنت ديت بتشمل ايه؟ خلينا هنا اذكركم بيها الاول. الكيس مانجمنت هو اللي بيعمل ريفيو لحاله معينه داخل المستشفى، اما الكوميونتي كيس مانجمنت هي نفسها بالظبط، لكن الفرق بين الكيس مانجمنت والكوميونتي كيس مانجمنت ان الكوميونتي كيس مانجمنت ده فريق بيروح للناس داخل بيوتهم، بيمر على الكوميونتي على الناس اللي في المجتمع، وخاصه للناس الكرونيك عشان يمنع ان يعني بريفنت افويدبل ري ادميشن، ان يمنع تنويم في المستشفى نتيجه ان هو ما هواش ان كنترول مثلا بالادويه سواء الديابيتك او الهايبرتنسيف او كده، فاحنا بنروح لهم احنا البيت عشان ان احنا نتابع حالتهم. دي اسمها community case management team. والديزيز مانجمنت، الديزيز مانجمنت ان مجموعه من الناس عندهم نفس المرض، نفس المرض او نفس الريسك، الحاجات اللي عندهم نفس الريسك، او بصنفهم كده مع بعض، زي مثلا الناس اللي عندها كوفيد 19 دول، فانا بحطهم عندي في المستشفى في قسم خاص بيهم وبعمل مانجمنت للديزيز، فده معنى الديزيز مانجمنت. اوكي. في الكيس مانجمنت بقى is a comprehensive process that involve a individual assessment، نبعمل تقييم لكل شخص بناء على حالته، ولا assessment of cohorts of similar patient group، مجموعة من الناس ليهم نفس الـ يعني under the same condition، دي تقدر ان انا اسميها الـ disease management. under the same condition كده يعني عندهم نفس المرض، يبقى disease management. طيب assessment of each diagnosis related group، نعمل assessment لكل واحد بناء على تشخيصه، ولا assessment of the entire community. community ده اللي هي community case management. يبقى هي الكيس مانجمنت دوت انا بعتبره ايه؟ individual ولا cohort ولا diagnosis related group ولا community؟ بالظبط هي ايه؟ individual assessment. individual assessment. اما الassessment of cohorts of similar patient group دولت انا بسميهم disease management. الcommunity دي community case management. واضحة؟ ودي السلايد اللي انا بفكركم بيها من الهاند اوت، ودي كذلك. طيب نمبر 20.
Pre-authorization is required for all of the following except. يعني لازم ان انا اخد موافقة مسبقة في كل دول ما عدا ايه؟ ال inpatient acute care اكيد inpatient عمله admission لازم ان انا اخد prior approval. طيب ambulatory care العيادات اللي هي ال outpatient العيادات الخارجية مش كل حاجة انا بحتاج ان انا اخد عليها approval، باخد approval بس لو في حاجة خاصة بالدنتال او بالأوبي جاين. rehabilitation، rehabilitation او اعادة تأهيل او اي sessions هاخدها جلسات علاج طبيعي لازم عليها approval. psychiatric care في الحاجات الخاصة بالعلاجات الامراض النفسية والعصبية برضو بتحتاج approval. يبقى ايه الحاجة من الحاجات دي اللي ما بتحتاجش approval؟ بي بالظبط، الامبيولاتوري كير. طيب تو ايرور از هيومن اند كروسنج ذا كواليتي تشازم. هو رود ذس ريبورت؟ مين الاورجانيزيشن اللي كتبت في انه حطت مبادرتين ليها؟ قالت اول حاجه ان هو ايرور، تو ايرور از هيومن، انه ما وجود الانسان في اي مكان فدوت يدعي ان هو يستدعي ان ممكن خطا يحصل، لان ديت جبله خلقنا الله عليها، فعشان كده لازم ان انا احط اعمل هيومن فاكتور ري انجينيرنج عشان امنع حدوث الخطا البشري ده. والكروسنج ذا كواليتي تشازم اللي هي ستيبس اللي هي سيف وتايملي، ان الكواليتي اوف كير نفسها لازم تبقى سيف وتايملي واكويتابل وافكتيف وبيشنت سنتر. طيب مين اللي كتب كده؟ هو بالظبط الانستيتيوت اوف ميديسين الاي او ام. تمام واضحة كده الأسئلة؟ في حد عنده أي استفسار أو حاجة مش واضحة؟ أنا هقفل الريكورد ولو في حد عنده أي استفسار أنا معاكم.